بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك زينر. النهاردة إن شاء الله هشرح الإضافات الجديدة أو أحد الإضافات الجديدة اللي نزلت على برنامج الأوتوكاد نسخة 2025. أول إضافة أنا هتكلم عنها النهاردة وهي إضافة من الإضافات المهمة جدا على البرنامج اللي هي سمارت بلوكس. إزاي إن أنا أعمل بلوك بطريقة سهلة جدا. طيب أنا عندي زي ما شايفين رسمة، الرسمة دي أهي، انا عايزه اعمل الرسمه دي بلوك. هاجي اكتب في الكوماند تحت بي كونفرت، تمام، واختار الرسمه كلها بالشكل ده كده وادوس بيمين الماوس انتر. عمل لي هايلايت عليها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هاجي ادوس تاني بيمين الماوس وبعدين ادوس على انتر، فتح لي هنا كونفرت. انا هاجي اعمل ايه اهو، بيقول لي نيو بلوك. هسمي البلوك الجديد اللي عندي، انا هسميه ديسك، تمام. هنا في اسم ديسك موجود، هاجي اقول له ديسك 1 وهاجي اقول له كونفرت، على طول عمله لي بلوك زي ما احنا شايفين. لو انا جيت دوست عليه دبل كليك عشان نتاكد اهو، ادي بلوك، بلوك تو كرييت اهو، تمام. يبقى احنا كده حولناه لبلوك. طيب انا لو عندي رسمه ثانيه زي دي كده اهو، ترابيزه، وهاجي اعملها بنفس الطريقه. هاجي اقول له بي كونفرت اهي، واجي اختار الرسمه كلها وادوس يمين ماوس انتر وهسميها هنا مثلا تيبل 1. ممكن انا احدد النقطه اللي انا هحرك منها البلوك، هدوس على الزائد اللي عندي هنا دي اهو، واجي اختار اي نقطه. انا مثلا عايزه من النقطه دي احرك البلوك بتاعي، تمام، واجي اقول له كونفرت. لو انا دوست عليه كده اهو، شايفين بتحرك من النقطة اللي انا اخترتها. في الحالة دي ممكن ان انا اعمل بي ريبليس البلوك اللي انا عايزاه، ان انا احوله لبلوك تاني. فانا هدوس على مثلا الديسك ده كده وادوس بيمين الماوس انتر. انا عايزة نفس شكل الترابيزة دي، هدوس على تيبل 1 هنا، اهي ظهرت لي، اتحول على طول لتيبل 1. هنيجي نكمل مع بعض سمارت بلوك. وعندي هنا زي ما شايفين اهو ترابيزة مع ست كراسي، وانا عايزه اعمل لها بلوك في نفس الوقت، اعمل بلوك للترابيزات التانية. انا واخده منها كوبي، انا عايزه اعمل كل واحده بلوك واعملهم مره واحده. اعمل الكلام ده ازاي؟ هاجي اقول له بي كونفرت واختار ده مثلا واجي ادوس بيمين الماوس انتر. هيحصل ايه؟ بيختار لي نفس الرسمه اللي شكلها، اختارهم لي كلهم بالشكل ده كده. هاجي ادوس بيمين الماوس انتر واجي اسميها مثلا تيبل 3 وبعدين اقول له كونفرت. على طول زي ما احنا شايفين عمل كل واحده بلوك بالشكل ده اه. تمام. هنيجي بقى بعد كده على الاضافه الثانيه. تاني اضافه اضافت على البرنامج او على نسخه 2025 اللي هي امر ديتكت. امر ديتكت خاص برضو بالبلوك. لو انا دوست عليه بالشكل ده كده اهو، بيظهر لي هنا سيرش على الرسمه اللي موجوده كلها. هو بيعمل لي مسح للرسمه اللي موجوده كلها وبيعرفني بالاجزاء اللي موجوده في الرسمه اللي انا اقدر احولها لكتل او ان انا اقدر احولها لبلوك. هنشوف مع بعض هيعمل ايه. خلص خلاص المسح بتاع الرسمه، هنا هقول له ريفيو اوبجكتس بالشكل ده كده، هيبين لي الاجزاء اللي انا ممكن ان انا اعمل لها بلوك. زي ما شايفين بدوس على الاسهم اللي موجوده دي اهي، دي الاجزاء اللي هي ممكن يحولها لبلوك. انا ممكن اخد الجزء ده كده واجي ادوس على كونفرت هنا واعمل نفس اللي انا عملته قبل كده واكتب الاسم اللي انا عايزاه. طبعا زي ما احنا شايفين الامر ده محتاج ان احنا نجربه اكتر من مره عشان نقدر نستفيد منه. لما بخلص خالص باجي ادوس على كلوز من هنا، تمام. يبقى انا شرحت النهارده اضافتين من الاضافات المهمه على برنامج الاوتوكاد. طبعا في اضافات تانية هكملها معاكم في الدروس القادمه. كده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.